اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع علينا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. حلقتنا النهارده كل واحد فيكم هيتفرج عليها بطريقته الخاصه، لو بتحبها هتكرهني انا، لو بتغيري منها هتفرحي فيها، لو بتحقدي عليها هتقولي تستاهل، لو كانت سبب في مشاكل ما بينك وما بين جوزك هتقولي خلصنا منها رامز. كوكتيل احاسيس جوه الحلقه دي يا جماعه، دموع على فرحه، اثاره على تشويق، حقد على كراهيه، منصوره على بيروت. ضيفتنا النهارده الامريكان اختاروها من ضمن اكتر 20 انثى على مستوى العالم اثاره، شاجي لما غنى لها سكس ليدي كان قصدها هي بالتحديد. باختصار كده ضيفتنا مسله متحركه، نفرتيتي كانت بتنفسن عليها، الملك رمسيس الثاني كان متكلم عليها ونفضت له علشان كان عندها تصوير فيديو كليب. ضيفتنا النهارده مطربه جايه من بيروت مخصوص علشان تخدم مصر، وعشان كده احنا هنرد لها الجميل وهنريحها الاخر. قاهره الرجال والنساء معا، قاهره النبات والجمال، صاحبه اشهر واوا في تاريخ الغنوه، صورتها ما بتفارقش كل شاشه كمبيوتر في كل سايبر فيك يا مصر، حلم جيل كامل. معانا ومعاكم هيفاء وهبي. بوس الواوا، خلي الواوا، خلي الواوا يصح. ربك يستر، ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر. متوقع رد فعلها يا استاذ نعيم؟ ممكن ما تنزلش. استاذ عبد الله هتقعد بطولها. اختي هيغمى عليها جوه؟ انا توقعت انها هتهزقني. اه ممكن يغمى عليها وتقوم تهزقني. With my assistants many times, no problem at all. What I would like. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مسلة واقفة. فطيس. نعم. هيفا مشوبي، هيفا مشوبي. شاطرين. I thank you for your attention. ازيك؟ انا مصطفى في الاقصر. رقم موبايلي 012 204. جاي منتدى فينا 4 سنين بعد الكشف عن المقبره الجميله دي للاكتشاف الحديث. المقبره مش جميله، دي هيفا اللي جميله يا ابن اللذينه. استاذ حك نشرح شويه كلمتين عنها. بحقد عليك، بحقد عليك، بحقد عليك. جينا عملنا حفاير ومن شهرين تم اكتشاف مقبره ليها مدخل واحد ومخرج واحد. مصطفى ابتدى يتوتر يا جماعه، بقى رومانسي في الشرح. اول ما هننزل ونشوف المقبره نلاقي المدخل بتاعها صاله، لقينا هنا جدار قطعنا فيه وعملنا فيه الزبيل المتراس عشان نقدر نعمل باسج او ممر وندخل لغرفه الدفن. اتضح بقى ان المقبره لساحر. كل ده تحت الارض. طب دي انا هاخدها ازاي يا جماعه؟ هيجي لي قلب اخدها ازاي؟ سمى سينفرو من الأسرة 26، يعني حوالي 550 قبل الميلاد. ودلوقتي بقى فرصتنا دي احنا قصة يعني ولا جدا؟ اه طبعا اه طبعا، بالهيروغليفي كله مدون بالهيروغليفي ومسجل. تحبي تتخضي هيك ولا تتخضي هيك؟ هاي بروفيسور. هاي بروفيسور، او ماي جاد، أول مرة يقلع القبعة. هاي هاي المساعدة. I would alert that there's only 5 people maximum in the tomb because of the level of أكسجين. جيسيكا وهيفا دونت ميكس. يعني بيقول 5 بس اللي هياكلوا. ممكن امسك لك شويه مع حضرتك؟ اتفضلي. تعالي كده. انا شمس مضايقاني. امشي يا شمس، امشي يا شمس يا اللي مضايقه هيفا. حضرتك النهارده بتعملي ايه هنا؟ أنا جاي بدعوة رسمية لبروجرام بيدعم نشاط السياحة بمصر، بحبها للبلد وبتعني لي كتير وبهمني إنه سياحتها تتنشط. طول عمرها مصر فاتحة أبوابها لكل العالم. ومصر فردة دراعاتها ليك يا هيفا. حضرتك طبعاً حافظ الصحراء ودرجة الحرارة النهاردة 38. أساسك إيه؟ قولي 58. مش تقولوا كده. المبنى اللي جنب البيت ده اللي مع هيفا على فكرة، الراجل ده هو ده مصطفى سرور؟ أهو ده قلبته وحشة بقى يا جماعة. أشم رائحة حلقة سيرين عبد النور. حضرتك نزلتي مقبرة قبل كده؟ لا عمري ما نزلت، بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدي ما يسرك. تؤمني بلعبة الفراعنة؟ أنا بأمن بالحسد بس، لو يهمك يعني تعرفي أنا الموضوع ده غير كده ما أعرفش. ميرسي جدا لوقت حضرتك وشكرا. ربنا يحفظ مصر كمان، شكرا لكم. هو مصطفى سرور يا جماعه مش هيسيبها ولا ايه؟ قلت على عبيدك يا رب.
Where's the entrance? How do you get it? بتقول لها where is the entrance؟ فين المدخل؟ ده سيفتي جدا والدكتور هو قال لي سيفتي دي هاند دي حاجه مانيوال. هو انا هنزل بس اتفرج الكلمه اللي انا هقولها هتبقى تحت هو الخلفيه الهيروغليفيه جنبك التوابيت والنوش الهيروغليفيه. خدوا تصريح مصطفى انما مش ديكور. العب بقول لك ايه ممكن نستنى على الموضوع نمشي خلاص. نمشي ايه يا عسليه؟ ده احنا بقالنا 7 ساعات مستنيين. هي قال لي سيفتي فيه هو اسانسير ما فيهوش مشكله خالص الناس نزلت. طب اتفضل انت. ده اللي انا عامل حسابه. انا عايزه حد معايا من ناسي. كلنا معاك يا حبيبتي. احنا كلنا ناسك على فكره. انت هتقولي شعر وهتقولي شعر مش وقت اشعار. ابتدت تتخنق من عبد الحميد العشة. انت مطلع بديه تابوت نص طن. ايوه بالحبال دي. بالسله دي. السله دي بديه. لا ده الحبل اللي بيشيل دي اللي بيشيل البلوك. طب انا خايفه. انت هايفه مش خايفه. خليها تقول الزنبيل كده. نفسي اسمع الزنبيل من هايفه. مين يسمع زنبيل؟ نعم جربي بدايه الزياره. يا جربي يعني انزلي يا مخرج زياره بدايه الزياره. وانت قاعده هنا وشوفي ممكن وانت بعد ما احط رجليك. يلا يلا ها يا رب يا رب يا رب يا رب. هنقعد الاول هنا ننسى ننسى ان في حاجه هنا. انت ايه يا عم درش؟ انت بتجع اخر اللحظه وبتسال قدام الناس بدل ما تجي قبل تشوف له مصيبه. اوبا خبطت مع مدير عملها. اذا كان شوزي ما عم بيساع. ما هو الميزه بقى عشان الرجل ما تتحركش جوه لازم يكون الشوز مقفل على الغلق. الله هيفا بوس ايدك يا رب. قولوا يا رب قولوا يا رب. اوكي ايوه صح ذس واي. هيفا بتتكلم انجليزي محسن انها بتصور في الديسكفري تشانل. اي حد كان في البلكونه وبيشرب سيجاره او بيشرب كوبايه شاي ولسه داخل دلوقتي هنقول له هيفا لسه ماسكه نفسيها وما نزلتش بيه ما فاتكش كتير. رانيا يا ماما سيبي رجلي خلاص 1 2 3 يلا لا انت زقاني ولا ايه؟ لا يمكن لا يمكن انا راجل اسهل وفاهم بقول ايه. يا الله شكرا. نزلت يا عم مصطفى. نزلت يا عم مصطفى. دكتور منور. خوفوا حش فرعنك عني خوفوا. اللي فات ده كله هيفا واللي جاي هيفا تانية خالص. جيد ميدو إين رع هيروغليفي بمعنى هذا كلام يقال بواسطة رع. اللي هيمس مقبرتي بسوء تسعه والتعبان ويعض العقرب ويحطم عظامه التمساح. الصالة الأولانية هنا في النيش الأولاني أو الغرفة الأولانية. طب تيجي بعيد هنا شوية معلش. طب إزاي دي آثار فين يعني دخلنا عادي قصدي فين الناس اللي معرفش بعد الكلام ابتدى يتلخبط في الاب والام اغلب الظن. في حاجه خفت؟ لا ما تخافيش استغفر الله العظيم. الام اهي وده الوضع بتاعها الوالده يعني والدته وده هنا الوالد ابوه الام في النيش الاولاني. هو احنا داخلين مقبره بتاعه عيله يعني. هو المفروض انها بتاعته هو بس الحب في الاسره دخل معاه والده ووالدته. وهنا بقى بالنسبه للتابوتين الصغيرين دول فيهم مومياوات اطفاله. الكلام ده كله اللي اثبته لنا دي ان ايه مش What happened دكتور؟ We can handle it. Just get the tools please. اتفضل يا فندم. هننزل على ايدينا ورجلينا ونعدي بس الناحيه الثانيه. She's coming just. Good. اهلا مش هنلبس حاجه. ايوه. Yeah, fine. ايوه. دخلت على طول. جيسيكا. Yes. Can you give me the tools, please? What, the trowel and what? Yeah, the trowels and the brush, please. Okay, fine, no problem. مش عايز بس حد اوعي ظهرك، اوعي ظهرك، اوعي ظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وميم وواو والنون. Okay, fine, no problem. مش عايز بس حد اوعي ظهرك، اوعي ظهرك، اوعي ظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ هو البرطمان اتقطم؟ اندهلي بسرعه رئيس جمال، اندهلي بسرعه رئيس حسن، اندهم لي كلهم بيحاولوا بسرعه. يا استاذه استاذه ست الكل لو سمحت حافظي على الاكسجين. الاكسجين اعملي معروف. حافظي على هدوء. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول الف لك من الناحيه الثانيه. هحاول الف من الناحيه الثانيه وافتح لك بسم الله العظيم. هفتح لك الجنين. هاي في ايه؟ في ايه؟ الله اكبر. في ايه؟ روحي ناحية الباب الثاني. استني عليا استني عليا ثانية واحدة. هحاول هحاول يا ريس. انت جوه.
يلا 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 بسرعة بسرعة يا رجالة حد يفتح. دخيل اسمه الله دخيل اسمه الله لا اله الا الله. انا جايلك من الناحية التانية جايلك من الناحية التانية. لا لا بسرعة الباب لا افتح الباب دخيل اسمه لا دخيل اسمه بسرعة بسرعة افتح لا بليز خلاص يا رجالة بسرعة 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 الكل انا عدوي الف ميم واو نون عين رامز عن خابو يلعن دخيل اسمه الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله شريك أشهد أن محمد عبده ورسوله لا 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 كلمة الله دخل اسمك يا الله دخل اسمك يا الله دخل اسمك يا الله تحول الباب بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى على النبي صلى على النبي صلى انت زي الفل انت زي الفل انت زي الفل ولا كلمة لا لا انسى انت عملت كلمة يا اخواتي صلى لا خلاص يلعن فن طب اخرج مش صلى مش من هنا مش من هنا اخرج مش من هنا مش خلاص ليه خلاص قول عنا انت الف ميم واو نون عين رامز عن صلى على النبي صلى على النبي صلى انت زي الفل انت زي الفل انت زي الفل ولا كلمة لا لا انسى انت عملت كلمة يا اخواتي صلى لا خلاص يلعن فن طب اخرج مش يلا يا اخي اخرج مش من هنا مش انت خلاص ليه خلاص قول عنا انت افتح الباب افتح افتح هنا هيفا انا اسف والله العظيم كنا بنهزر والله العظيم الباب يلا يا ولاد صل على النبي صل على النبي بالراحه 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 هيفا هيفا يلا يا ولاد وينك انت كمان هنا هيفا بالراحه بس حاسب راسي حاسب راسي حاسب بلا راسي بلا خرا هيفا بالنصر والله العظيم بص بص وقف لي تصويرك انت لا لا وقف لي تصويرك وقف التصوير خلاص يا جماعه محدش يصور يا جماعه محدش يصور شو عم بتصوره ينعن